هذا وعقد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اجتماعا مع فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، وذلك في إطار مشاركة جلالته في أعمال القمة الخليجية الصينية المنعقدة في الرياض. واستعرض جلالته مع الرئيس الصيني أوجه العلاقات التاريخية الوثيقة والفرص الواعدة لتطوير مسارات التعاون المشترك في مختلف الجوانب الحيوية لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية، إلى جانب بحث القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأكد جلالة الملك المعظم اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها الوطيدة مع جمهورية الصين الشعبية وما بلغته من مستوى متقدم في جميع المجالات، معربا عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الصيني على اهتمامه وحرصه على تعزيز العلاقات البحرينية الصينية وازدهارها، فيما أكد الجانبان السعي المستمر لتطوير أطر التعاون والاستفادة من التجارب والخبرات وفرص الاستثمار التي يتمتع بها البلدان بما يعزز مصالحهما المتبادلة. وأعرب حضرة صاحب الجلالة حفظه الله عن تقديره للدور المهم الذي تطلع به الصين على الساحة الدولية بكل ما تتمتع به من ثقل حضاري وسياسي واقتصادي، وبالاهتمام الذي توليه لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز التعاون بين دولها بما يخدم جهود التنمية ودعم الاقتصاد العالمي، ومنوها بدور الجالية الصينية وإسهاماتها الطيبة في تعزيز المسيرة الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين. كما أعرب الجانبان عن تطلعهما في أن تسهم القمتين الخليجية الصينية والعربية الصينية في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية مع الصين لتحقيق المنافع المشتركة للجميع.